افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير الذي ينظمه الاتحاد العالمي للتكرير بالتعاون والتنسيق مع هيئة البحرين للنفط والغاز. تفاصيل أكثر والزميلة إيمان شرف. من البحث والتنقيب عن النفط إلى استخراجه ومن ثم تكريره، معادلة لا تكتمل بغياب أحد عناصرها للحصول على صناعة هي بالأساس تحاكي ما نطلبه حثيثا. وإن أوعزنا الحديث عن تكرير النفط فعادة ما يترافق معه من تقنيات واستراتيجيات وضعت أساسا لرفع مستوى الإنتاج وخفض التكاليف قدر ما أمكن. مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير يحتضن ويبحث أحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية على مستوى العالم. القصد من هذا المؤتمر أنه يجمع بين الشركات الوطنية وبين شركات تقنية التكرير. اليوم مصفاة بابكو في مشروع التوسعة تعتمد على اختيار أحدث التقنيات. هذه التقنيات يراعون فيها أعلى المواصفات للمشتقات البترولية، المواصفات البيئية الحديثة، وكذلك في استهلاكها للطاقة، تكون كفاءة أعلى في استهلاكها للطاقة. كل ذلك يرفع من كفاءة المصفاة لإدخالها في مجال الربحية مستقبلا. يعني كان في قرار اتخذ من قبل منظمة الملاحة الدولية على منع وقود الفيول أويل الذي يستخدم في السفن عالي الكبريت بحلول عام 2020، يعني فقط 3 سنوات من الآن. فيجب الاستعداد لرفع كفاءة المصفاة اللي عندنا وتطوير من كفاءة المشتقات لكي يعني تواكب السوق. في متغيرات دائما في السوق، الواحد لازم يرفع من المواصفات اللي عنده، وهذه أساس تقنية التكرير. نخبة من الشركات والباحثين تدعمهم تلك الرغبة الملحة للعرض والاطلاع على أحدث الأدوات والتقنيات التكنولوجية وطرق تسخيرها لتطوير مصافي التكرير، وهذا تحديدا ما تسعى له مملكة البحرين لرفع مستوى الإنتاجية من 260 ألف برميل إلى 360 ألف برميل في اليوم. ومن الطبيعي إن باستخدام التقنيات الحديثة سيساهم في إنتاج منتجات نظيفة وصديقة للبيئة. مشاركة بابكو أول شيء في هالمؤتمر قائم على أساس إيمانها بأن إحنا في الآن في مرحلة انتقالية، مرحلة جدا مهمة وكريتيكال تعتبر، لأن إحنا سواء من ناحية أسعار النفط أو سواء المشاريع اللي لازم نقدم عليها أو سواء الاشتراطات البيئية اللي تحضر علينا، كل هذه الأشياء تخلينا في وضع أن لازم يكون لك التقنيين بالنسبة حق التكنولوجيس الريفاينرز اللي مصنعين، وكذلك الجهات الحكومية والجهات مثلا البيئية وما شابهها تتكاتف مع بعضها وتكون أقرب، حتى أن احنا نلاحظ ما هي نقدر نقول التوظيف الأمثل والأفضل لموارد البشرية. ما في شك هي مشاركة للاطلاع على أحدث التقنيات التقنية في مرابط البترول والبتروكيماويات، وهي فرصة الحقيقة للمشاركة والنتورك مع الحضور بالاطلاع على أحدث التقنيات والاستفادة من المحاضرات القيمة اللي موجودة، وأيضا النقاش مع كثير من العارضين بأحدث التقنيات التي عندهم حتى يستطيعون الحاضرين استخدامها في مصانعهم والرقي في مستوى الأداء والكفاءة لمصانعهم وإدارتهم. على هامش المؤتمر تم طرح ومناقشة تقنية إدارة انبعاثات الكربون والمشاريع الإقليمية وتكامل الفرص في مجال التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب دراسة أولويات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكون القطاع النفطي الأكثر تأثراً بتغير المناخ. من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للتكرير كان هو الفرصة التي مهدت من خلالها بحث آخر التقنيات والمشاريع المتعلقة بالتكرير لرفع مستوى الإنتاجية. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.